دي كانت صدفه ان انا بصور انا لوحدي او تيتا لوحدها، فوام انت ليه مش بتعملي فيديوز انتوا الاثنين مع بعض؟ مش عارفه عيب. فجربت ان انا اصور بس مش مقصوده، بقيت انزل لاصحابي اللي هو كان الفولورز قليلين قوي قوي انا وتيتا. ففيديو كان تقريبا 5 ثواني، تيتا انا بفكر اتجوز ماشي عرفي وماله، بس ده الفيديو. فدي بقى ايه، نزلته على بيج على الفيسبوك، انا كنت عاملاها ساعتها ما كنت عامله مسلسل ابو العروسه الجزء الاول. اوكي. فنزل، لان انا كنت ممثله كذا حاجه قبل الفيديوز دي، نزلت الفيديو ده وانا ناسيه اصلا الباسورد بتاعت البيج. بعد فتره لقيت قناه بتكلمني نعمل معاكي انترفيو. فمعقوله انا اتشهرت قوي من ابو العروسه؟ مش ممكن، بقاله 3 سنين افتكر دلوقتي. ايوه 3 سنين. ايه وقت 2020 وابو العروسه كان 2019، اللي هو معقوله؟ بيقول لا ده انت عملتي فيديو انت وجدتك جايب 10 مليون. افتح البيج انا مش عارفه الباسورد، نسيت، هموت واعرف ايه الفيديو ده، كان بقالي شهور. دخلت لقيت الفيديو ده جايب 10 مليون وكومنتس رهيبه ومش عارفه 10,000 شير ومحتاجين. بس من هنا بقى ابتديت انزل فيديوهات.